أن يتملك الإنهاك جسدك وعقلك في سبيل التحول الجريء، وتقاوم من أجل المستقبل عقبات الحاضر الصعبة، تدفعها بعيدا عنك وعمن يقف معك في حلمك. هذا التحدي صعب ويستحق صعوبته، فلا يمكن لأحد أن يشتري التعب، إلا أن الواقع يفرض ذلك. لأنك أمام كرة تحرك ساكن الأرض مثلما تتحرك، لأنك وسط جنون الدوري الذي كتب قصصاً في يوميات الملايين، لأنك في صخب الثرب، في هيمان الكم وهيبة الكيف، أنت في حضرة الكرة السعودية التي يمكن أن ترى فيها كل شيء. ليجا، وبعد 10 سنوات من تأسيس رابطة دوري المحترفين، استحق واقع الدوري أقسى وأقصى درجات العمل، ولكل زمن وطموح وحلم دولة ورجال. انتهى العام الماضي بكل ما فيه من إثارة ومتعة فنية، أفراح وأتراح ولحظات حاسمة، وثواني قد لا ينساها البعض وقد يحاول نسيانها البعض الآخر، مشاهد كانت كالمتغيرات على مستوى المشاعر والعيون، لكن المركب الثابت في كل الأعين والأذهان ما كانت سرعة صدمت عقل المتابع الرياضي من تغييرات جذرية وعمل لم يذق طعم الهدوء. لم تترك الهيئة العامة للرياضة سطرا من المستقبل دون أن تكتب فيه حروف التطوير، والأخبار لم تستطع ملاحقة أحداث العمل المتسارعة، وهذا الرجل يقدم الوعد والعمل بنفس اليد ودون احتساب فارق التوقيت. هذه السنة يستكمل الدوري مشروع العام الماضي في رفع الجودة كي يصل الدوري السعودي لمستوى السوبر. القرارات كانت نقلة نوعية نحو عالمية الظهور. أندية دوري المحترفين تأخذ نصيبها من الزيادة إلى 16 ناديا، كي يكون التنافس على أشده ويغرق المشهد الرياضي بالكم من التحدي، عوضا عن الكيف فنيا وعناصريا. الأندية تأخذ حق ظهورها القوي بقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8، 86 محترفا أجنبيا ينضمون إلى قوائم الأندية بكل مسيراتهم الغنية وقوة أسمائهم عالميا، ويكملون قائمة 128 لاعبا أجنبيا في أندية دوري النجوم. فالهيئة مثلما دعمت ماليا وضعت شرطا أساسه آلية الاختيار التي تضمن تواجد الأسماء القوية على مستوى العالم في الميادين السعودية. الأندية تعطى إشارة الضوء في تصميم أيقوناتها التي تمثل واجهة لها، وتأخذ حقها في ابتكار الشكل، وتتفنن بإبداعات اختياراتها ورسم تقاليدها كي تسوق لنفسها بالطرق العالمية المتبعة في أعرق الأندية. هيكلة جديدة في عدد النهائيات وأنواعها وشكل تقديمها وكيفية تحويلها إلى حدث لا ينسى بكل ثوانيها. تغييرات مفصلية على مستوى التفاصيل كلها، وخليط من قرارات نوعية غيرت مزيج المنافسة على مستوى مظهر الكرة وجوهرها. الهيئة لم تترك الأندية تجابه عاصفة التغييرات دون أن تمسك بيدها دعما ضخما يواجه التغيير. عراب الرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم الأندية السعودية بسداد كافة الديون المترتبة عليها داخليا وخارجيا، وسداد كافة مستحقات لاعبي المنتخب السعودي في مشروع إنقاذ هو الأقوى في تاريخ الرياضة. معالي المستشار تركي آل الشيخ يتكفل بجلب الأسماء المميزة عالميا من أجهزة فنية ولاعبين من فئة السوبر لأندية دوري المحترفين، في تجسيد حقيقي لخطة دوري النجوم، والتي كلفت أرقاما هي الأعلى في تاريخ الدوري، قد تصل بعضها لميزانية أندية خليجية وعربية، كلها من أجل كرة حقيقية تلعب في المستطيل
وتجري بفنياتها عوضا عن إثارتها الإعلامية فقط. التغييرات التي شملت الأندية لم تترك المدرج جانبا، فهم الوقود التي اعتادت الكرة السعودية أن تسير به. الهيئة ومثلما وعدت أعطت الجماهير حق الحضور بالرفاهية التي تستحقها. العوائل وفي سابقة على مستوى الكرة السعودية تجد نفسها جزءا من الأحداث الكروية من خلال حضورها للمدرج بالطريقة التي تليق بها. والهيئة جهزت كل ملاعب دور النجوم لدخول العائلات بعد أن اقتصرت في الموسم الماضي على 5 ملاعب فقط كمرحلة أولية. الهيئة تضمن للجماهير انسيابية الحركة في دخولها، وتختصر أوقات انتظارها وتعفيها من ازدحام اعتادت عليه في أعوام سابقة بأريحية التنظيم من خلال بوابات إلكترونية في الملاعب. كذلك تخفيض أسعار التذاكر لكل المباريات ولكل فئاتها كي تكون في متناول يد المشجع أيا كان الميول لأندية جماهيرية أو غيرها. ولضمان زيادة التنظيم وراحة الجماهير غير المدخنين، فقد خصصت مدرجات خاصة للتدخين معزولة عن البقية. وبعد أن عملت الهيئة كافة التجهيزات الأساسية للجماهير، لم تغفل عن جذبها في صناعة الترفيه وتقديم الهدايا عبر التعاقد مع شركات الراعية في مجال السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، عوضا عن فقرات وهدايا خاصة لمباريات القمة في أغنى تحفيز على مستوى المنطقة. مسرح الأحداث الكروية لم يهمل من أوراق العمل في مشروع تطوير الملاعب السعودية. كلها خضعت في تنفيذ هو الأسرع والأذكى أفكارا والأكثر استمرارية. 20 مدينة وأكثر من 25 ملعبا ومنشأة لم يهدأ ضجيج العمل فيها بكل تفاصيلها. أرضيات الملاعب التي عانت بعضها ضعف المتابعة فكانت شاحبة الظهور، تم تغييرها بالكامل على أسس عالمية خاصة تتناسب مع طقس المكان وتتعايش مع الزمن الأطول. الملاعب التي عاشت لوحدها منفردة، تم تنفيذ مشاريع ملاعب الرديف فيها كلها كي تستقبل تلك الميادين أكبر عدد من المواجهات وعتاد الاستعداد. إنارة الملاعب خضعت لدراسة حول كفاءتها وكيفية إظهارها للمستطيل الأخضر تلفزيونيا بشكل يليق بالأحداث، فتم تجديد تنفيذها في كل الميادين. تغيير كافة مداخل اللاعبين ودكات الاحتياط وفق السمة الجديدة للملاعب بالهوية الأحدث للدوري على أسس خاصة. تغيير الشاشات الداخلية إلى شاشات عرض عالية الدقة والجودة تلبي رغبات الجماهير الحاضرة، وصنع شاشات خارجية عملاقة للجماهير خارج المدرج. اعتماد آلية عمل عالمية في تجديد كافة المرافق واعتماد الأنسب للملاعب كما هي الملاعب الأوروبية وضمان نظافتها ومتابعتها مدى العام. دائما ما كان الإعلام هو الملازم المهم لأحداث الرياضة، ودائما ما كان النقل التلفزيوني هو ما يسكن ذهن المتابع الرياضي في الدرجة الأولى من الاهتمام. الخطة هنا مواكبة عصر النقل الاحترافي، فما تحمله مباريات دوري النجوم من تفاصيل مجنونة تستحق ابتكارا أكبر وروعة على مستوى التصوير والإخراج. تقنية 4K ذات الجودة العالية هي ما تحملها الكاميرات وعربات النقل لمباريات الدوري السعودي هذا العام، وزيادة عدد الكاميرات عن المواسم السابقة بنسبة تتجاوز 40% في كل مباراة تعطي تغطية بانورامية لمباريات دوري النجوم دون إغفال أي حدث في ثواني المباريات. ومن أجلها تم بناء المواقع الجديدة للكاميرات داخل الملاعب كلها، والتي تعطي الناقل فرصة الرصد الإبداعي في زوايا التصوير وخطط التحليل. ف
رافق هذا العمل الضخم التوقيع مع الشركة الإنجليزية الشهيرة سانسيت للإشراف على الجودة والإنتاج في النقل. إضافة إلى هذا كله، جهزت الهيئة كل المراكز الإعلامية في الملاعب بأعلى المعايير العالمية بما يتناسب مع كل المهام، خدمة للإعلاميين من أجل نقل الحدث بشكل مميز في وقت قصير. كل تلك الأحلام والسعي المضني لتحقيقها، كل هذا التجهيز وكل تلك الابتكارات والأفكار والضخ الضخم وهذا العمل الدؤوب، كان تحديا حديديا من أجل إعادة الدور الأقوى إلى الدور الأغلى في المنطقة. حين كانت العودة من الباب الكبير بعمل مستحيل أوصل قيمته لأكثر من مليار ريال، فيما بلغت قيمة عقد النقل التلفزيوني فقط 660 مليون ريال، كأغلى قيمة على مستوى الشرق الأوسط، حتى أصبحنا نتجاوز كل المقارنات السابقة، مبتعدين عن تنافس القمة إلى ما هو أعلى من ذلك، وصولا إلى طموح يغني تنافسنا في سلم الدوريات الأقوى عالميا. أيها المشجع الرياضي، أيها المتابع بشغف، في هذا الموسم كن مستعدا، توقع كل شيء وتأكد أنك سترى الدوري كما لم تره من قبل.